انا معايا دلوقتي المهندسه مي السعدي. مساء الخير يا باشمهندسه مي. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. قولي لي، انت المشرفه على مشروع تطوير الكورنيش في الاقصر، مش كده؟ يا فندم فعلا. قولي لي المشروع كان عباره عن ايه، وايه اوجه التطوير اللي حصلت في الكورنيش؟ ايه اللي انت عملتيه علشان يشيد بيكي كده الدكتور خالد العناني؟ طبعا مشروع تطوير كورنيش النيل، طبعا كورنيش النيل ده جزء أساسي من محافظة الأقصر، وهو يعني أول حاجة السائح أول ما بينزل بيقابلها فرصة طبعا من خلال المراكب النيلية وكده، بينزل في المرسى بتاع كورنيش النيل. فاحنا حاولنا إن احنا نعمل معادلة بحيث إنه المشروع يبقى تشطيباته على طراز يتناسب مع محافظة الأقصر وأهميتها ومكانتها، وحاجة تشرف البلد وتشرف السياح أول ما ينزلوا ويشوفوا الحاجات الموجودة. طبعا اهتمينا طبعا المواطن الأقصري، طبعا إن تبقى كل الخدمات تبقى متوفرة ليه، سواء مثلا محلات أكشاك، حمامات، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة تم توفير رامبات ليهم بحيث إن هم يقدروا يستمتعوا أيضا بالكورنيش، وتوفير برضو خدمات حمامات وحتى أشياء من هذا القبيل. تم عمل مرسى معدية الأهالي، نقله من مكانه القديم لمكانه الجديد، عشان كان المكان القديم كان فيه مشكلة بتواجه المواطنين إن هم بيضطروا يمشوا مسافة كبيرة من المواصلات عشان يقدروا يوصلوا لمكان المواصلات يعني المتاح. المكان الجديد أول ما بينزلوا من المرسى بيلاقوا في وشهم على طول المواصلات، فسهلنا عليهم. ده يعني نبذة مختصرة عن الكورنيش. وطبعا تم طيب، الاهتمام انا بمشروع شايف، الهوية المصرية. لو سمحتوا وثبتوا لي الصوره اللي فاتت، لو سمحتوا يعني ابوس على ايديكم. الصوره اللي فاتت يا جماعه، بتكلم بالعربي. الصوره دي جميله جدا، يعني انا عجباني بشكل شخصي، يمكن فيها استلهام للبيئه الصعيديه الاقصريه. مش عارف حضرتك شايفه معانا ولا لا، لكن هي الصوره اللي هي لا مش بتاع صورة جدارية ولا صورة ايه؟ نعم، صورة جدارية صح؟ صورة جدارية؟ الجدارية. الجدارية جميلة جدا. الجدارية طبعا اتعملت يعني بحيث انها تبقى زي مشاهد من حياة المصري البسيط، مشاهد جميلة كده انت وماشي على الكورنيش هتستمتع بيها، وطبعا كانت محل جذب لكل المواطنين هم يتصوروا عندها. وفي طبعا برضو جداريات معمولة بالبوليستر، دي مشاهد من حياة الفراعنة برضو معمولة بشكل جميل وتحتها إضاءة بحيث ان اي حد يتصور جنبها يطلع منظر مبهر يعني في الصورة، جميل جدا. عملت بشكل مشرف. مين الفريق اللي يعني اللي اشتغل معاكي الشغل ده كله يا باشمهندسة؟ ما احنا فريق المهندسين كتير طبعا، مهندسين مدني، مهندسين ميكانيكا، مهندسين كهرباء، يعني حابة اذكر اسم. جميل جدا. انت كل يعني كل شغلك كان في الأقصر ولا اشتغلتي في اماكن اخرى قبل كده؟ لا اشتغلت في الأقصر طبعا، يعني هو مشروع تطوير الكورنيش ده طبعا كان تحت اشراف الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ذات المنشآت الكبرى، فكان طبعا كل الاعمال اللي اتنفذت يعني في وقت، يعني كان اهم حاجه ان احنا ننجز في الوقت عشان خاطر ما نعكش طبعا حركه السياحه في المحافظه، ويطلع الشغل برضو بنفس بكفاءه عاليه وبجوده عاليه في وقت قصير. فده كان تركيزنا وتركيز برضو المحافظه على النقطه دي عشان طبعا المحافظه. انا برضو بضم صوتي لصوت المهندس خالد الدكتور خالد العناني، وزير السياحه والاثار، وباشيد بيكي، وباعتباري طبعا صعيدي انا فخور جدا انك انت من الصعيد. شكرا جزيلا المهندسه مي السعدي.